قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن مخرجات عمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب، قال إن قانون الأحزاب جاء ليؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية والقانونية بسبب انتمائه الحزبي. ومن أجل إزالة كل ما علق من تجاربنا السابقة التي أدت إلى العزوف عن العمل السياسي والانضمام للأحزاب، فقد جاء هذا القانون لكي يؤكد مبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية والقانونية بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك حق طلبة المؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب بممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات، وتعريض كل من يعيق ممارستهم للنشاط الحزبي للمساءلة القانونية. وأضاف العودات أن نص قانون الأحزاب الجديد استند على التعديلات الدستورية التي أقرت على أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بالنظر في طلب تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها. ومن باب استبعاد أي ولاية حكومية على الأحزاب، فقد نص القانون الجديد استنادا على التعديلات الدستورية التي أقرت سابقا أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بالنظر في طلب تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وإنشاء سجل خاص بالأحزاب يتولى تسلم طلبات التأسيس ومراقبة مدى التزام الحزب بالشروط التي ينص عليها هذا القانون. أرحب بعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني عمر إيميل عواد، أهلا وسهلا بك معنا في السادسة. سيد عمر، هل برأيك قانون الأحزاب بتعديلاته الجديدة سوف يساعد على إزالة المشاكل التي كانت موجودة لدى الأردنيين في الانضمام للأحزاب؟ يعني بالنهاية أي استحقاق أو أي تغيير هو مضبوط أن يكون هنالك مناخ يدافع ويحترم حرية التعبير ويحترم الحريات العامة والديمقراطية في البلاد. وقانون الأحزاب لا يمكن تداوله وتناوله دون الحديث عن منظومة كاملة من الحريات الديمقراطية والعامة تتيح الحق الدستوري للناس بالتعبير عن آرائهم دون ما يترتب على ذلك أي ملاحقة أو أي تبعات. هذا أولا، وبالتالي لا يجب أن ننظر فقط لقانون الأحزاب فقط أنه هو سيكون رافعا للحياة الحزبية. نعم، نحن نسجل كأحزاب يسارية أننا سعيدين جدا بأننا حققنا وكنا المطالبين بإتاحة العمل الحزبي في الجامعات، وهذا ما تم من خلال التعديلات، ولكن هذا سيخضع للاختبار الشعبي والاستحقاق الشعبي. نحن أمام هيئات تدريسية تعادي العمل الحزبي، أمام عمادات شؤون طلبة تستدعي الطلبة فقط للتحقيق عند ممارسة أي شيء يخص قضايا العامة والقضايا الوطنية الكبرى، وبالتالي هذا عليه أن يخضع للمراقبة وللتدقيق. أيضا القانون لا زال يعاني من فكرة أساسية، ما زالت الحكومات تنظر إلى تطوير الحياة الحزبية من خلال رفع أعداد منتسبي ومؤسسي الأحزاب، والمسألة هي ليست كمية بحت، المسألة هي نوع، والنوع هو توفر الشرط الديمقراطي في البلاد حتى يتاح للجميع من تأسيس أحزابهم والتعبير. بمعنى الأحزاب تختبر، بمعنى أن الأساس أن الأحزاب تؤسس دون أي ضوابط، والاستحقاق الحقيقي للأحزاب وللعمل الحزبي يكون هو مدى حضور الأحزاب في الأوساط الشعبية ومدى حضور الفكرة الحزبية في الأوساط الشعبية. ولكن إذا تم هذا القانون لتنظيم الحياة الحزبية، نحن نقول الرهان على رفع أعداد المنتسبين هو لن يكون رافعا للعمل الحزبي بالبلاد. الرافع على الأساس هو تقديس حق حرية التعبير عن الرأي، تقديس منظومة
الحريات العامة والديمقراطية في البلاد ليتاح للناس لأن تعبر عن آرائها دون أن يترتب على ذلك أي تبعات. نحن نتحدث بشكل واضح، البلاد بحاجة لمناخات ديمقراطية حتى نستطيع من تطوير الحياة الحزبية بالأساس، وحتى نرفع من ثقة الناس بجدول العمل الحزبي في زمن تزداد فيه التطرف وتزداد فيه فقدان الثقة ما بين مؤسسات الدولة والعامة. نعم سيد عمر، بمعنى أنه هذه التعديلات على قانون الأحزاب غير كافية لوحدها؟ لا نستطيع أن نقول أنه هي غير كافية، المطلوب النظر إلها في سياق مشروع تحديث كامل للمنظومة السياسية في البلاد، والمطلوب أيضا تطوير تشريعات أخرى منها قانون الجرائم الإلكترونية، منها قانون المطبوعات والنشر، منها أيضا قانون الانتخاب، وهنا نصبح نتحدث عن منظومة كاملة لتطوير الحياة الحزبية في البلاد. قانون الأحزاب لوحده غير كفيل. نحن نقول نعم أننا جرينا في حوارات مع النواب ومع الحكومة في أكثر من مكان، ولكن ما زلنا نقول أنه يجب أن يخضع للاختبار الشعبي، ويجب أن نهيئ كل المناخات اللازمة لكي يتشجع شبابنا وشباب الأردن بأن ينتسب للأحزاب في بيئة آمنة تؤمن لهم حقهم في التعبير عن الرأي والتعبير عن آمالهم وطموحهم في رؤية دولتهم ومجتمعهم بالطرق وبالأفكار التي يرونها مناسبة، لطالما هم يعبروا عن آرائهم بالتعبير عن الرأي بالصوت وبالكلمة، ويلجؤون لكل أشكال التعبير السلمي بالتعبير. هذا يجب أن يكون متاح، ويجب أن نجد أنفسنا أمام حالة من التطوير في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات لكي يكفوا ويستوعبوا أننا أمام مرحلة جديدة، والمتاح الآن لطلبة الجامعات أن يكونوا جزء من هذا المناخ العام في البلد. نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن قانون الأحزاب بخصوصه، هذه التعديلات الجديدة من خلال نقاشاتكم مع النواب ومع اللجنة سابقا، هل كان هناك نقاط أخرى كنتم تودون أن تكون موجودة في القانون الجديد ولم تكن موجودة؟ نعم، احنا تحفظنا اولا على مسألة الأحزاب البرامجية. لا يوجد حزب لا يحمل برنامجه السياسي وبرنامجه الاجتماعي، ولا يوجد حزب لا يمثل الطبقات الاجتماعية والفئات الاجتماعية التي يدعي تمثيلها. هذا اولا. المغالاة في طرح أحزاب برامجية ومهاجمة الأحزاب العقائدية التي تنتمي إلى مجموعة من الأفكار الفلسفية والانتماءات الفلسفية، هذا جزء من الكلام الذي يجافي الحقيقة، وعندما يتردد على لسان أكثر من مسؤول هذا الطرح هذا يخيفنا وأعربنا أننا ينتابنا شك تجاه هذه التصريحات. الفلسفة والعلم هي منتوج بشري وهي لا ترتبط بحدود، والأفكار العلمية والأفكار الفلسفية هي أفكار لا تنتمي لحدود ولا تنتمي لعرق بشري، هي ملك لكل الإنسانية. وبالتالي فقط لمجرد أن هذه الأحزاب تدعي أو تستند إلى مرجعيات فكرية وفلسفية يصبح الهجوم عليها على أنها أحزاب عقائدية، نحن وجدنا في النواب ووجدنا في أحاديث أكثر من مسؤول أن هذا يعبر عن لهجة ليبرالية سطحية جدا جدا في فهم العمل الحزبي وضرورة العمل الحزبي أولا، ووجدناها أيضا نوع من المغالاة في معاداة الحياة الحزبية. نحن نتفهم أن نجد هذا في النواب لأن النواب هم نتاج قانون بالأساس متحفظ، قانون متحفظ على العمل الحزبي في البلاد، ولا نتوقع أن يكون لدى النواب استيعاب عما نتحدث من أجل الأردن لتطوير الحياة السياسية. ولذلك نعم نحن تحفظنا على هذا الشيء. الشيء الآخر، نحن ما زلنا نقول ليست المسألة كمية، ليست المسألة بأن يكون أعداد المنتسبين برفع سوية أعداد المنتسبين للأحزاب. نحن نتحدث يجب تقديس حق حرية التعبير عن الرأي في البلاد ليكون مدخل حقيقي لتطوير الحياة السياسية وتطوير مشاركة العامة في الشأن العام بشكل عام. عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني الأستاذ عمر إميل عواد، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا المدير العام لمركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا في السادسة. دكتور، موضوع النصاب موضوع دائما ما يثير الكثير من الحديث والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، عند رصدكم لهذا الموضوع هل هناك تفاوت كبير بين هذه المدة التي انقضت من عمر المدة
المجلس والمدة الممثلة لها من عمر المجلس السابق أو المجالس السابقة، ما هي الفروق بينها؟ يعني حتى نكون مقنعين ومنطقيين، هذه الظاهرة ليست جديدة فيما يتعلق بفقدان النصاب، وليست يعني الدورة البرلمانية الأولى التي تتكرر فيها هذه الظاهرة للأسف، كانت موجودة في البرلمان الماضي والذي سبقه، وإحنا كفريق راصد لمراقبة البرلمان يعني تكررت في تقاريرنا هذه الظاهرة. في هذه الدورة البرلمانية هناك كان فقدان نصاب في دورتين، في جلستين رقابيات، وكما لاحظنا أيضا هذا الأسبوع هناك فقدان نصاب. هذه ظاهرة يعني للأسف موجودة في برلماننا، ولكن يعني هناك أسباب لهذه الظاهرة، وهناك أيضا يعني نتائج لذلك. وباعتقادي لو تم تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب من حيث سواء المواد المتعلقة بخصم امتيازات مالية، منع من السفر وعدم المشاركة بالوفود الرسمية، نشر أسماء الذين يعني يغيبون عن جلساتهم بشكل منتظم حتى تعرف القواعد الشعبية ووسائل الإعلام من الذي يغيب ومن الذي لا يقوم بواجبه الرقابي والتشريعي، هذه بعض العوامل التي قد تساعد وتسهل يعني عمل رئاسة البرلمان. لاحظنا أن رئاسة البرلمان تقوم بجهد كبير جدا في محاولة ضبط الجلسات واستمرارها، ولكن هناك إشكالية واضحة في هذا الشأن في المجلس. نعم دكتور، هذا التشخيص للحالة، ولكن تحدثت في بدء الأمر عن أن هناك نتائج لهذا لعدم اكتمال النصاب بداية، وأرضا للغياب عموما من قبل بعض النواب، ما هي هذه النتائج؟ يعني كما نعلم بأن النص الدستوري في دستور المملكة الأردنية الهاشمية بأنه يجب أن تنعقد جلسات المجلس بنصاب 51% و50% زائد واحد، وهذا يعني بأن الحضور داخل قبة البرلمان إلزامي وليس اختياريا، وعلى النائب الذي يريد أن يتغيب أن يكون لديه عذر مقنع وأن يكون مشارك بوفد رسمي أو غير ذلك، ولكن الحضور إلزاميا داخل قبة البرلمان. وأنا باعتقادي من الأسباب من النتائج المباشرة هي طبعا إعاقة العملية التشريعية، كما نلاحظ يعني البرلمان اليوم يناقش قانون لم يستطع أن ينجزه هذا الأسبوع، هذا يعني أن قانون الأحزاب الذي أقرته اللجنة القانونية لن يكون على جدول أعمال الأسبوع القادم منذ بدايته، وهذا سيعطل منظومة الإصلاح السياسي اللي حاليا موجودة. أيضا هناك على أجنب الدولة الأردنية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في طريقها للبرلمان، فإذا ما بقينا نسير بهذا النهج لن نستطيع أن ننجز شيئا، هناك كثير من القوانين بحاجة لأن تنجز وأن تعدل، هناك جانب تشريعي يتم تعطيله، أيضا الجانب الرقابي، يعني لاحظنا في الدورة البرلمانية الماضية بأن مجلس النواب قدم 1000 سؤال لكنه لم يناقش منها إلا 10%، حوالي 100 سؤال أو أقل حتى عرضت على جدول الأعمال، وهذا سببه عدم انتظام النواب في الجلسات، أحيانا فقدان النصاب، أحيانا حقيقة تبدأ الجلسة بالنصاب ولكن يبدأ التسريب، في حالات محدودة يكون التسريب لديه بعد سياسي، وهذا يعني تكتيك تتبعه بعض الكتل النيابية أنه تفقد النصاب عندما لا يكون لديها أحيانا موقف، بعض النواب يريدون أن لا يكتمل النقاش، يريدون أن يقوموا بعمل كولسات يعني تجميع كسب تأييد لصالح رأي معين، ولكن هذه حالة عندما يكون هناك نقاشات مفصلية وهي حالة نادرة وقليلة وتحدث بين فين وأخرى، لكن أن يتكرر هذا الموضوع بانتظام خلال أسبوع واحد يتم فقدان النصاب عدة مرات، فحقيقة هذا دليل على أن هناك إشكالية لدى النواب، هناك ضعف في شعورهم باتجاه دورهم الوطني واتجاه ناخبيهم واتجاه مواطنيهم. هنا دكتور اسمح لي أن أسأل، تحدثنا عن الحالة بشكل عام وتحدثنا أيضا عن النتائج التي توصل إليها، لكن ما هي الأسباب إذا كنت تستبعد أن يكون الموقف السياسي هو السبب أو لربما يكون في حالات قليلة، ما هي الأسباب التي تدعو النواب إلى عدم الحضور تحت القبة؟ يعني يؤسفني أن أقول بأن السبب أولا لديه علاقة بانشغال كثير من النواب بمصالحهم الشخصية ومتابعة مصالحهم الشخصية وليس التفرغ لمصالح المواطنين، أيضا انشغال كثير من النواب بمتابعة المصالح الخدمية والمصالح الفردية لبعض جمهور ناخبيهم، وهذا يستهلك وقت كثير جدا في التنقل بين الوزارات،
التنقل بين يعني مكان وآخر، وأن لا يعطوا اهتمام للرقابة والتشريع داخل القبة، لأن أولويتهم تقديم بعض الخدمات الفردية حفاظا على يعني بعض المحيطين بهم بحلقتهم وحلقتهم الانتخابية. كثير أيضا هناك عدد من النواب، ويجب أن لا ننكر ذلك، يعني من الذين وصلوا من خلال يعني حملات انتخابية ممولة بشكل كبير جدا وإنفاق مالي عالي جدا، فباعتقادي أيضا لديهم انشغالات بأمور يعتقدون أحيانا بأنها أكثر أهمية من الذهاب إلى القبة. بعض النواب يعني حقيقة يجد أنه لا جدوى أحيانا من وجوده من نقاشات، لأنه لا يستطيع أن يقدم موقفا، أو أنه لا يستطيع أن يكون لديه حافزا ليقدم موقفا، أو أنه لا يوجد لديه لوبي سياسي أو كتلة سياسية داعم لمواقفه فيغادر الجلسة. هناك يعني كثير من الأسباب، ولكن أنا باعتقادي هي الطريقة التي توصل النائب إلى قبة البرلمان هي السبب الأساسي. لو أن هناك أحزاب سياسية منتظمة تحاسب يعني مرشحيها ونوابها، ويكون هناك جمهور يتابعهم، ويكون هناك انضباط، ستقل هذه الظاهرة. وعلى المجلس أن يقوم بنشر أسماء الذين يتغيبون بانتظام، لأن هذا سيحرجهم أمام جماهيرهم وأمام الرأي العام، ويضعف فرصتهم بالعودة إلى قبة البرلمان في المراحل القادمة. ولهذا اليوم في راصد قمنا بنشر الأسماء حتى يعلم من الجمهور الناخبين ماذا يجري في البرلمان. إذا ما أردت كناخب أن تعود وتصوت إلى هذا النائب الذي لا يذهب إلى قبة البرلمان، فتتحمل مسؤولية كناخب أكثر مما يتحمل هذا النائب المسؤولية. نعم، أيضا البعض يتحدث بأنه بعض النواب يرى بأنه في بعض القوانين هو لا يعلم فيها بشكل جيد، وليس لديه موقف معين يغيب عنها، ثم يأتي على الأمور التي يستطيع أن يضيف فيها. هل تم رصد هذه الحالة بداية؟ وإذا كانت هذه الحالة موجودة، هل الفهم صحيح لدى النائب بأن يقوم بمثل هذا الفعل؟ نعم، هذه الظاهرة موجودة. بعض النواب يعتبرون بعض القوانين غير مهمة. على سبيل المثال يقول ماذا أريد من بنك تنمية المدن والقرى، شو أهمية هذا القانون، خلينا لما يجي قانون الأحزاب أو قانون الانتخاب أو الموازنة أو غير ذلك بكون موجود. هذا فهم خاطئ حقيقة، لأن جميع القوانين والتشريعات في النهاية تقدم ترابطا بين مؤسسات الدولة. اليوم على سبيل المثال هذا القانون هو مرتبط بعمل البلديات، والبلديات هي أهم الوحدات التنموية التي يرتبط فيها المواطن، والتي تقدم الخدمة بشكل مباشر للمواطن. إذا كان هناك تشوه في هذا القانون وفي عمل هذا القانون، سينتج عنه تشوه في عمل البلديات، وبالتالي ينعكس على خدمات المواطنين. لا يجب على النائب أن يقوم بتصنيف القوانين، هذا مهم وهذا غير مهم، هذا بحضر وهذا غير بحضر. وأنت تم انتخابك كنائب لتقوم بعملية التشريع والرقابة، ولتكون ممثلا للمواطنين داخل قبة البرلمان، محاسبا للحكومة ومراقبا لها ومشرعا في القبة البرلمانية. إذا كان لا يوجد لديك الوقت ولا يوجد لديك الاستعداد، كان من الأجدى أن لا تذهب إلى قبة البرلمان، وتفسح المجال إلى غيرك من الذين يرغبون بخدمة جماهيرهم. هنا دكتور دعني أعود معك إلى نشر الأسماء، سواء من قبل المجلس أو حتى بالتقرير الذي تقومون بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التقرير يأخذ تفاعلا كبيرا، هذه اللوائح تأخذ تفاعلا كبيرا في البداية، ولكن السؤال، هل تشعر بأنها فعليا تؤثر على العملية الانتخابية التالية؟ والسؤال أيضا، كيف تتوقع أن يكون شكل مجلس النواب القادم بناء على القانون الجديد وبناء على هذه التقارير مجتمعة؟ يعني احنا نعود إلى البرلمان الماضي، أصدرنا تقريرنا الختامي عن 4 سنوات، لخصنا عمل مجلس النواب بطاقات تقييم الأداء التي كانت تشمل كل العناصر بما فيها الغياب. ولا يمكن يعني لأحد أن ينكر بأن هذه البطاقات استخدمت في الحملات ضد كثير من النواب، وبعض النواب استخدموها لصالحهم أنه كان يقوم بعمل جيد. والدليل على ذلك أن 100 نائب يعني لم يعودوا إلى قبة البرلمان، وهناك 100 نائب جديد. فباعتقادي نعم تؤثر، النشر يؤثر بشكل كبير. النشر يضع الناخب أمام مسؤولياته بأن يعود بانتخاب هذا الشخص أو لا يعود بانتخابه، فتؤثر وتؤثر بشكل كبير. أنا باعتقادي القانون القادم إذا ما تم إقرار قانون الأحزاب وقانون الانتخاب بالصيغة الموجودة حاليا مع اللجنة القانونية، سيكون هناك شكل مختلف، سيكون برلمان أكثر مسؤولية، وسيكون أكثر انضباطا، ولديه برنامج، لأن هناك عمل حزبي سيؤدي بالنائب إلى الوصول إلى قبة البرلمان، وهناك تبادل للأدوار سيكون بين أفراد هذه الكتل الحزبية ومتابعة لها من قبل جماهيرها، وبالتالي سيختلف مظهر التشريع والرقابة بشكل كبير جدا.
نعم، المدير العام لمركز الحياة راصد دكتور عامر بني عامر، شكرا جزيلا لك.